مرحبا وأهلا وسهلا بكل المشاهدين بحياتس هوم كوكينج تشانل. إن شاء الله تكونوا كلكم بألف خير وصحة وعافية وسلام وأمان. وصفة اليوم هي المجدرة، وصفة لبنانية نباتية طيبة كتير، بيختلف طبخة من بيت لبيت، كل حدا بحبها بطريقة معينة. ناس بحبوها مصفاية يعني مطحونة على الآخر، ناس نص مطحونة، ناس مش مطحونة نهائيا، بتركوها مثل ما هي الحبة. كل واحد له ذوقه. بالنسبة إلي أنا دايماً بطبخها نص مصفاية يعني نص مطحونة، رح تشوفوا كيف. وهي صحون المجدرة، هيك بيكون شكلها لما بدنا نقدمها. رح أعمل كوبين عدس، بيعطوني 5 صحون مجدرة مليانين. كوبين عدس من العدس اللي حبته عريضة كبيرة، والكوب يلي بتعيروا فيه العدس منعير فيه المي والبرغل. هيدا هو العدس نوعيته اللي رح ساوي فيها المجدرة. مثل كل أنواع الحبوب لازم ننقي العدس، بركة طلع فيه شي بحصة صغيرة شي حجرة صغيرة لازم يتنقى. مننقيه مزبوط. بحضر كل مكونات المجدرة، قدامي صارت على الشاشة، وهي عبارة عن العدس مثل ما حكينا، ملح، كمون، 3/4 كوب برغل خشن، هيدي هي خشونة البرغل يلي بدنا إياها. فيكن تستعملوا رز، بس نصيحة جربوا البرغل رح تلاقوها كتير طيبة. بصلتين بدنا نفرمهم كتير ناعمين. أكيد بغسل العدس دورين، برجع بصفيه من المي، بوضعه بطنجرة على النار مع 10 أكواب مي، لأنه لكل كوب عدس بدي 5 أكواب مي. بوضع أكيد البرغل خشن معهم. بغطي الطنجرة، بتركها حتى تغلي. بس ما يغلي العدس بخفف النار وبتركهم حتى يستووا على الآخر. من وقت للتاني بفتح الطنجرة وبحركهم حتى ما يلزق العدس والبرغل بكعب الطنجرة. بدها تحريكي من وقت للتاني، وصير بشوف العدس عم بينفش ويشرب المي هو والبرغل. حركتهم برجع بسكر وبتركهم كمان على نار خفيفة. لاحظتوا تقريباً ما عادش عندي مي، صارت حبة العدس تقريباً مستوية، بدها بعد شوي. بوضع الملح والكمون على ذوقكم الكمية، بس أنا وضعت ملعقتين صغار ملح ونص ملعقة صغيرة كمون. من بعد ما استوى العدس واستوت البرغل بدي اطحنهم. في ناس بهالمرحلة بيطحنوها على الآخر حتى تكون مجدرة، بنسميها مجدرة مصفاية، ما منشوف فيها ولا حبة عدس. أما بالنسبة إلي أنا بطحنها نص طحنة، يعني منشوف بالصحون إنه في حبوب عدس بعدها موجودة. يعني هيدا ذوق وكل واحد بيعمل شو هو بحب. أكيد العدس بعده على النار وعم بحرك على طول، ما بتركه أبدا، النار خفيفة. نفس الوقت بدي أقلي البصلة، بمقلي على النار بوضع زيت زيتون، نزل البصل يلي بدي أقليه حتى يصير لونه ذهبي. كمان البصل ما بنتركه، منضلنا نحرك حتى ياخد كله نفس اللون. أنا عم بحرك البصل بنفس الوقت عم بنتبه للمجدرة وعم بحركها حتى ما تلزق بقلب الطنجرة. من بعد ما حمرت البصل بهالشكل لازم يكون بنزله على العدس، بحركهم بتركهم حوالي 5 دقايق مع التحريك المستمر. وهيك بينخلط البصل كتير منيح مع العدس، وبصير البصل يعطي طعمته الطيبة بقلب المجدرة. فإذا بتركهم حوالي كم دقيقة على النار هيك تياخدوا بعضهم ويغلوا شوي مع بعضهم، وهيك بتكون خلصت وصفتنا. قبل ما أطفي النار على المجدرة بوضع 3/4 الملعقة الكبيرة زيت زيتون عني. نحنا ما وضعنا كتير زيت بالتقلية، زيت الزيتون عني بيعطيها نكهة رائعة جدا للمجدرة. المجدرة بتتاكل مسقعة أو بحرارة الغرفة، نسكبها بصحون، كل واحد بياخد صحنه وبياكل، منقدم على جنبها سلطة. حبيت أعمل تقديم بشكل شوي مختلف، حطيت كاسة بالنص أو كاسة على الطرف وبسكب المجدرة حوالي الكاسة. بس ما تبرد المجدرة بشيل الكاسة، بيكون عندي فراغ لأوضع فيه السلطة. هيك طريقة تقديم مهضومة. أو بنقدم المجدرة بهالشكل، وحدها الصحن التاني بيكون فيه السلطة.
بالنسبة للسلطة فيكن تقدموا الملفوف مع البندورة والنعناع اليابس أو بندورة خيار وبقلة، اثنين كتير بيلبقوا مع المجدرة. اليوم حبيت أعمل الملفوف، عندي ملفوفي قصيتها ناعم مع البندورة حبتين كبار، بحب دايما أقشر البندورة بفرمها حبيت وسط وضعهم فوق الملفوف. دايما بالسلطة بحط ثوم، بتعطي الثوم نكهة مميزة جدا للسلطة. رح أعمل 3 حصوص صغار هولي. الثوم مع البندورة كتير طيب. عصرت حامض ونعناع يابس وزيت زيتون وملح، نخلطهم كتير منيح مع بعض. هيدي الصلصة للسلطة. ما فيني أقلكم كمية الحامض بالدقة قدي، يعني أوقات الحامض ما بحمض أوقات ما بتعصر، يعني بالمبدأ نص كوب حسب كمية الملفوف كمان والبندورة. يعني هاي الصلصة انتو حسب ذوقكم بتزيدوا بتنقصوا كيف بتريدوا. بخلط السلطة كتير منيح، صارت جاهزة للتقديم. بتقدموه على سفرتكم مع صحن المجدرة أو كل صحن بتقدموه مع السلطة بقلبه، كمان كتير الفكرة مهضومة. حبيتوا الفكرة؟ ما تنسوني باللايك شير وسبسكرايب، وما تنسوا تفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد من حياة هوم كوكينج. هيدا صحن المجدرة صار جاهز للتقديم. هيدا الصحن التاني، عم شيل الكاسة حطيتها على الطرف، بحط السلطة بالفراغ. يعني شي جديد هيك عن الروتين العادي، هيك شكل بيفتح النفس. من كوبين عدس طلع عندي 5 صحون كبار مجدرة بطعمه 5 أشخاص. هيدي هي المجدرة اللبنانية اللي كلنا بنعرفها بلبنان ومنطبخها دايما. حبيت أعرف الأشخاص غير اللبنانيين على هالوصفة الطيبة، كتير بتمنى تجربوها لإلكن ولولادكن، بالأخص كمان تكلفتها كتير قليلة. ألف صحة وهنا من حياة هوم كوكينج. بشكركن على المشاهدة وبشوفكن بفيديو جديد قريبا جدا. باي باي.